مشاهدينا برحب فيكم مجددا بهاليوم المميز أيضا بهالزمن المبارك. وصلنا للفقرة اللي فيها جمال وفن ومتعة، فقرة فلور دو نويل مع طلال شحود. هلأ بدنا نشوف شو محضر لنا، أفكار جديدة وما بعرف إذا بدي أحكي عن بلانتات جديدة. أهلا وسهلا فيك طلال. أهلا فيك أرزي. طلال خبرنا شو محضرنا لليوم. مثل ما كنا وعدنا الأسبوع الماضي أنه رح بما أنه العالم ببيوتها رح نجرب نحكي عن الشتل اللي بيفيد بقلب البيت، اللي بيعطينا أكسجين 24 ساعة. نعم. اللي بينقي الجو وكل شيء خاصه بميكروب أو فيروس ممكن يساعدنا أنه يتخلص منهم من قلب البيت. نعم. كنا ذكرنا أنه عندنا 6 أصناف، ذكرنا 2 الأسبوع الماضي تنذكر المشاهدين بأسمائهم اللي بيحب يرجع يحضر حلقتنا أو يتابع يسأل عنهم. حكينا الأسبوع الماضي عن السنيك اللي هي صنف من أصناف السانسيفيرا، وحكينا عن الألوفيرا، هو الشتلتين قدام همين. اليوم رح نتناول عن سباتيفيليوم أو بيس ليلي مثل ما معروفة، وشتلة الفيكوس، هو الشتلتين اللي هني كمان فوائدهم كتير كبيرة لقلب البيت. نعم. لكن طلال خلينا نبلش مع أول نبتة هيك بنحكي عنها، بتعرفوا عنها المشاهدين، وحتى كمان نترك مجال للديكوراسيون لأنه هي الفقرة الأكثر متعة إذا فينا نقول. صح. أرزي نحن حبينا، أكيد هو فقرة نويل، بروجرام نويل، بس نحن حبينا نمرق هيدا الشتل كله لأنه بيساعدنا بقلب البيت، خصوصي بهالمرحلة اللي كلنا عم نمرق فيها أنه عنا وقت طويل عم نقعده ببيوتنا. فحبيت ضوي على 6 شتلات اللي هن قلنا بيعطوا أكسجين 24 ساعة. بدنا ننتبه على الشغلة أنه أكسجين، يعني وقتها نحن بنعرف أنه الشتل إجمالاً بياخد الأكسجين بالليل مثل الإنسان، يعني بيخفف لنا نسبة الأكسجين من البيت، بينما هودي 6 أصناف بيساعدونا 24 ساعة يكونوا موجودين. راح أحكي عن شتلة أنا شخصياً كتير بحبها اسمها سباتيفيليوم أو بيس ليلي. شتلة سباتيفيليوم ميزتها الوحيدة الشتلة بالعالم كله بتحب الموسيقى، فيبراسيون الموسيقى، زبزبات الموسيقى بتساعد كتير هيدي النبتة، بتساعد كتير زهرتها تطلع عنا. فكتير أنسب محل لها هو يكون حد تلفزيون، حد راديو. هلأ نحن سمعينا هيدي الفكرة، بس عن جد مزبوطة أنه هي الموسيقى مزبوطة علمياً، أثبتت علمياً أنها الشتلة الوحيدة اللي بتحب الموسيقى. حلو. معروفة سباتيفيليوم بهيدي الشغلة. في نوع موسيقى معين؟ لا. هلأ أغاني نويل بتناسبها كتير، أغاني نويل بتناسب. إذا حدا صوته حلو بالبيت أو مش حلو، مجرد هو الفيبراسيون الزبزبات الموسيقية بتساعد هيدي الشتلة. هلأ هيك كمان نقدر نعرف قديه صوته حلو، إذا طلعت حلوة ولا لا. بتساعد الشتلة على تعطيها غذاء. هلأ غير أنه فوائدها عنا أرزي شغلة، إذا بننتبه زهرتها بيضة، ممكن مثلا يوم واحد نلاقي زهرتها سودت كلها، بتلقط ميكروب من الجو، يعني هو شو في عنا فيروسات، زبزبات صغيرة، فيروس بالبيت بتلقطها، وممكن تنقول خلال ساعة نلاقي الزهرة سودت. هيدي فوائدها كتير مخيفة، إلا منحطها حد تلفزيون راديو. بتحب الضوء خفيف لضوء قوي، عتم لا، الشمس لا، يعني نحن هيدي الشتلة إذا عرضنا ورقتها لكمية شمس ساعة أو ساعتين منلاقي ورقتها دغري بهلأ بهالأثناء سودت دغري، بتلطش الورقة. يعني الضوء اللي بدأ إياه هو ضوء نور، إذا بدنا نعتبر نور أو ضوء الشمس، بس مش شمس مباشرة، يعني مش ضوء الشمس مباشرة. أوكي. اللي هو الضوء اللي بقلب. طب بالليل مثلا شو بيعملوا فيها الناس؟ بحطوها بتضل محلها. إجمالا الشتلة بدنا ننتبه لنقطة كتير مهمة، الشتلة وين من ربيها من عودها منتركها. يعني ما فينا نقول شتلتنا هلأ اليوم هون حابين، بعد جمعتين بالصالون، بعد جمعتين بقوت النوم، لا، لأنه هي بتتعود على نسبة الضوء اللي عم يوصل عليها وبتتأقلم معها. أوكي. إذا عم نغير لها مننزع الشتلة ومنقتلها. أوكي. في شغل بس مثلا بالليل شو بيعملوا فيها؟ بيتركوها محلها بس ما قلت ما بتحب العتمة. لا ما بتحب العتم. هلأ الشتل بحاجة، هو إجمالا تنقول في شتل بحاجة لست ساعات ضوء، لثمان ساعات، لاثناشر ساعة. في الشتل بحاجة لشمس مباشرة. هيدي الشتل إذا بتتعرض لضوء 8 ل10 ساعات يومية كتير منيح بالنسبة لها، بس إذا معرضين على طول لنسبة عتم 24 ساعة منلاقيها بعد كم يوم عم تدبل وتصفر وتموت عنا. فهيدي نقطة أساسية بالنسبة لسباتيفيليوم.
الشغلة الثانية الأساسية محل ما هي الشتلة، نفترض أنه نور الشمس جاي من عندك، أكيد جاي من عندك أرزي نور الشمس، خليليك واصل من هون الضوء لعنا، لازم نحن كل أسبوعين أو ثلاث أسابيع ننقلها بهذه الطريقة نبرمها. أوكي. إذا بتلاحظ الورق هلأ من هيدي الميلة عالي، وقتها تتعرض للضوء منحافظ على توازن شكلها للشتلة، وقتها نعملها نبرمها بهذه الطريقة لأنه الورق بيرجع تلقائيا لوحده بيبرم وبيروح ميلة النور. بهذا الشكل منحافظ على شتلتنا عم شكلها عم يكبر ويضل متوازن عنا، ما بيروح لميلة وحدة. هلأ منحسها رايحين شوي لميلة وحدة، إذا منتركها بعد أسبوعين منلاقي الورق كله انحنى وصار بهيدا الطريقة، صار شكلها كتير بشع بالبيت عنا. أوكي. الشغلة التانية اللي لازم نلفت النظر عليها طريقة السقاية تبعها. مجرد أي شتلة أرز إجت لعنا، خصوص إذا كانت واصلة جديد وهيدا شغل هولندا، إذا بدنا نشيلها من البو تبعها منلاحظ الرسين الشلوش تبعها. فكرمل هيك دائما منركز على شغلتين أساسيات، يعني نحن اليوم وقتها بتوصلنا شتلة هدية بدنا نفحص إذا الرسين مثل هيدا، يعني إذا أنا بدلق لها مي أرز من فوق بثواني بلاقيهم نزلوا من تحت الشتلة ما بتشرب عنا. يعني إذا أنا بدي حافظ عليها بنفس البو بدي يكون عندي مستوعب أو كاش بو بعبي هيدا ربع مي، بنقع الشتلة أكيد مع البو تبعها مدة 10 دقايق لربع ساعة، بتشرب المي اللي هي بحاجة لها، بنرجع منشيل منكب كل الميات تبعها. الطريقة الثانية إذا وصلتنا هيك شتلة منجرب نجيب لها مستوعب أو بو أكبر، منجيب نوع تراب مش تراب أحمر من الجنينة عنا، لأنه هيدا كومبوست يعني هو كل شيء مواد عاملين لإعادة تأهيل حتى تكون غذاء للشتل، ومن نوع التراب بيتوسع منحط الشتلة ومنزد لها، ساعتها فينا نسقيها من فوق وبتصور بهيدا الطقس مرة بالجمعة كتير منيح علينا. طلال بس قديش كمان بدها دقة يعني انك تشيل الشتلة من البو، يعني بدون مثلا ما تنقطش او تنفصل؟ لا عن جد انه في شي طريقة معينة نقدر نعلمها للناس لأول مرة عم تختبر التعاطي مع النبات او مع الشتل؟ يعني انا عن نفسي اكيد بخربها. لا ما بتخربيها، مجربين ارزي قبل ما بتخربيها، انت قوية بس حنونة بالوقت ذاته. ما هيك؟ اكيد. ارزي لكن مجرد ما وصلتنا هيك شتلة حتى اول طريقة بدنا نعتمدها مندق البو شوي صغيرة. أوكي. يعني مندق شوي كمان من تحت، ومفضل نتأكد مثلا من التربة بالأساس أنها تكون ناشفة شوي، ما تكون ملبدة بالماء. 100% أكيد لازم تكون التربة نشفت على الآخر. 100% هلأ من القطة كأنه عم نلقط ولد، يعني بحنية رح جرب أنا من تاني إيد، كأنه عم نلقط ولد أرزة ومنصير نسحبه للمستوعب شوي شوي. أكيد رح نهرهر تراب إذا فيها، بس بهيدي الطريقة أنا عم نيمها على إيدي بيطلعوا الرسيم بيضلوا متماسكين معنا. بهيدي الطريقة هلأ كلنا عم نقول إذا بدنا نوسع منزيد سماكة 5 سنتي كمية كومبوست تراب تورب، يعني مع 5 سنتي من تحت كتير منيح بالنسبة لها. وقتا نعتمد هيدي الطريقة بصير فينا نسقي الشتلة من فوق. نعم. لأنه مثل ما قلت لك رح أرجع عيد مرة تانية معلي، لأنه وقت أنا بهيدي الطريقة أدلق المي الشتلة ما بتشرب، تلاقي المي دغري نزلت تنزول. أحسن طريقة وقت تكون وصلتنا شتلة نعملها بانيو يعني منعبي مي لهون نتركها ربع ساعة، إذا ربع ساعة ما في مشكل نرجع منشيل الشتلة، ننتبه على الشغلة نشيل الشتلة ونكب الميات بحيلا شتلة، لأنه المي مجرد ما بقيت وانت شفت الرسين ببلش يهتري، عم يهتري يعني الشتلة عم بتموت عنا. صحيح. هلأ هيدي الشتلة بصير طرف ورقة على أسود أرز بحالتين، إذا كترنا مي مثل ما خبرت وتركنا المي من يوم ليوم، أو إذا عطشناها. بس إذا عطشناها بنلاقي الورقة تبعها نامت على الآخر، ساعتها نعبي جات مي ننقعها ربع ساعة بنلاقي الورق كله رجع شت فيها. والمي طلع المفروض تكون مي مسقعة فاترة لأنه عفوا تفضل. لا 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 كنت بدي اقول لك انه ميتنا بلبنان اذا بننتبه في مناطق لازم تنتبه مي بتوصل لعندها مالحه، فهيدا الشيء منه مناسب للشتل، بدنا نمشي بمي اللي نحن معودين نشربها تفوت على جسمنا، اللي هي فيها حديد وفيها مواد معدنيه تقريبا شيء 12 نوع مواد معدنيه. هيدي المواد بتساعد الشتله كمان تغذيها، فيستحسن ننتبه اذا ميتنا عاديه من الحنفيه واصله ما في مشكل، لانه مي اللبناني اجمالا هي كالكير كلسيه، ميتنا اللي نحن بنشربها كلسيه ما فيها مشكل، بس إذا كانت ميتنا مالحة مثل بعض المناطق بدنا ننتبه على هيدي النقطة. بس ما في أي منسيون يعني في حال لازم تكون
فاترة أو مي مسقعة أو لا مية السخنة؟ هلا هي أكيد ما رح تكون سخنة يعني. مية السخنة بنقتل الشتل، مي فاترة ما بيسوى للشتل. دايما الشتلة مثل هي معودة على مثل حرارة جسم الإنسان، بدها مي عادية. مي المسقعة ما بتزعج لدرجة معينة، يعني ما بتزعج، والمي العادية ما بتزعج. في أصناف معينة بتحب المي المسقعة بتساعدها. صح، ما أنه يعني عن جد هذا السؤال طرحته محله يعني. صح 100%، صح 100%. مثل شتلة الأوركيدية مثلا، نحن بنحط عليها مكعبات ثلج بيدوبوا. ليش بنحطهم؟ لأنه هني بيدوبوا على مهلهم، ما بيأذوا الشتلة وبيساعدوها، بتصير الشتلة الخشب عم يشرب على مهله. كمان فينا نحط لها مكعبات ثلج، بس يستحسن تكون المي عادية، ما تكون المي مسقعة. يعني مي على حرارة الغرفة إذا فينا. صح يعني. صح 100%، لأنه أيام إذا المي مسقعة كتير وشتلة حساسة مثل سباتيفيليوم ممكن يعني نأذيها. نلاقي طرف الورقة من تحت بلش ينتزع عنا. فدائما المي لازم تكون معدلة. عنا بعض الأصناف اللي بنسكنهم بنرجع بعدين، فينا نحط له مكعبات ثلج على كعبهم. بالنسبة لهيدي الشتلة، آخر معلومة عنا، الزهرة وقتها منلاقيها يبست ما مننزل أرزي على الآخر ومنقصها، لأنه منلاحظ نحن الزهرة بتطلع بقلب ورقة. فنحن دائما اللي بنعمله بننزل على اخر الكعب تبع اللي معلق بالورقه ومنقصه. بعد اسبوعين بصير لون العرق عندنا هيدا الاخضر بصير 100% مثل هيدا ومعلق بالورقه، بنلقطه ومنسحبه من الورقه. هيدي احسن طريقه تنشيل نتخلص من الزهر القديم. واذا بتلاحظي هون ارزه، ليك الزهر اللي عم يطلع، يعني المناخ مناسبه، الموسيقى مناسبتها، والطقس مناسبه كثير. وهي اذا اعتبرنا عنا بيت، اخر معلومه ارزه تما نعوق بسباتيفيليوم، اذا اعتبرنا عنا بيت بمعدل 100 متر، نحن بحاجه لمعدل 3 شتلات منها بقلب البيت حتى تعطينا اكسجين 24 24. وطلال تقريبا يعني معلي، بس احنا بنعرف هلا عم نمرق بظروف اقتصاديه صعبه، سعرها مقبول يعني اذا الناس بدها تشتريها؟ سؤال كثير حلو. كان قبل بالنسبه لمعاشاتنا سعرها مقبول، هلا سعرها لا تخطى شوي المقبول. سعرها تخطى شوي المقبول على فرق اليورو والدولار. بس في عندنا شتل منه عم بيكون بلدي، مش مأمن بكل المحلات، بس عندنا شتل بلدي منهم ممكن ياخذوها اذا شكلها منه كثير حلو مثل الاجنبيه. شويه فيتامين وشويه اهتمام على شهرين ثلاثه ممكن تصير اجمل من هيدي. سؤال، بتنزرع بارض عاديه؟ بتنزرع بأرض عادية، ولكن ما يجي شتى وبرد دغري عليها. إذا اعتبرنا مثل الأسبوع اللي مرق والبرد اللي إجا بيبطل عنا شتلة. إذا شتى مباشر عليها بيكسر لها ورقتها، بيخزق يعني لها ورقتها. مفضل مثلا إذا حدا عنده مثل حفة حديقة، إذا شيء تحت شيء مسؤول، تحت شيء بريفابريكات، تحت شيء خيمة، تحت شيء شو ما كان، فينا نحطها ما في مشكل. بس هي كترة السقعة بتأذيها للشتلة. الشوب ما عندها مشكل فيه، بس كترة السقعة والبرودة بتنشف لها عروق أو بتموت الشتلة. كرمال هيك بنتجنب نزرع بالأماكن العالية. إذا ليش قلت لك على البلكون ببيروت، يعني ضمن على السواحل بدنا نعتبر بالعالم، على السواحل محل ما بيكون عندنا ثلج وسقعة كتير عالية ممكن تعيش، بس يستحسن دائما تكون بجو دافي وبقلب البيت وما تتعرض لا سقعة كتير قوية ولا شوب كتير قوي. صحيح. في شي بلانت تاني بعد بدنا نحكي عنها لليوم؟ هيدي التوكسيك حكينا عنها. في شتلة تاني ما رح تاخد معنا هالقد وقت، ولكن حلو نضوي عليها، اللي هي شتلة الفيكوس، اللي هي هيدي هي ورقتها. في منها كذا نوع كذا موديل، تمن صعب على العالم، ما رح نفوت أسامي تكنيك، بس العالم تضل عارف إنه هيدي اسمها المعتمد عالميا فيكوس. بيجي منها كذا موديل وكذا حجم وكذا. هيدي بتشجر، هيدي الشتلة ما عندها مشكل تكون من ضوء قوي شمس ساعة لنهار كامل شمس. يعني إذا منلاحظ بعض الطرقات عندنا مزروعة فيكوس، بعض البيوت مزروعة فيكوس، ولكن فينا نحطها بقلب البيت بمحل بيتعرض عندنا لأكبر نسبة ضوء، لأنه هو الضوء بيساعد ورقتها، بيساعدها أنها تنمى، بيساعدها أنها تنمى بشكل صحي. إذا بدنا نعتبر هيدي الشتلة إذا منعرضها لعتم أو لمثلا ساعتين أو ثلاثة ضوء بنهار بس، منلاقي بعد فترة ورقة بلش يصفر وبلش تتموت عنا الشتلة. فيستحسن يكون عنا ضوء قوي لشتلة الفيكوس. طلال، سؤال هلا، ما بتلاحظ أنه الناس يعني انتقلت من العادة انتقاء للزهر وللزينة بالنبات، إذا فينا نقول من الشيء التقليدي
لأنه نشوف يعني في نبات صار ميال للأخضر، نبات أقرب لأشكال المزروعات عن أنه يكون مثلا ورد وقرنفل وزهر، مظبوط ولا لا؟ لكن هو بيرجع دائما إذا بدنا نعتبر حسب كل شخص نفسيا بدنا ندرس له إياها، بيرجع حسب البيئة اللي عايش فيها وربي فيها وهيدا الشتلة وهيدا الزهرة بشو بتذكره. يعني بعد مثلا بتلاقي اليوم بيت كتير مرتب ومودرن وكتير، بتلاقي مثلا مش معقول يحطوا زهرة تنفترض قرنفل، بس ممكن هيدا الزهرة بتذكرها بأمها بستها. يعني هي الورد هو رمزية ونفسية نحن كيف منتعامل ومنتفاعل معه. الشتل بالنسبة للشتل أرزي نحن عم نركز على هول الأصناف. ممكن في ناس مثلا ما بتحب الفيكوس، ما بتحب سباتيفيليوم، ما بتحب الشتل الأخضر، بس علينا نضوي عليهم لأنه الفيكوس 24 ساعة أكسجين بقلب البيت. عندنا أصناف تانية ممكن يكون شكلها حلو وديكوراتيف بس تزعجنا بالليل كترتها وكميتها بالبيت. صحيح. يعني إذا أنا اليوم بدي حط شتل أنا بحبه بالبيت، بدي حط من هول الست أصناف اللي ذكرناه وتحط أعطي توازن للأكسجين بقلب بيتي، خصوص إذا كنا أكثر من شخصين موجودين بمسافة مش كتير كبيرة. اللي بدي ألفت النظر عليه للفيكوس إنه العناية فيها هين كتير، ما بدك كتير اعتنى. شتلة وطنية بتتشتل عنا سعرها كتير يعني كتير نسبيا زهيد بالنسبة لسعر اللي صرنا فيه الشتل، فينا نشتغل فيها أشكال، نعمل الأشكال اللي بدنا إياها فيها. بس منلفت النظر لشغلة واحدة بالنسبة لشتلة الفيكس، إذا عنا أولاد بالبيت بدنا نبعد الأولاد عنا لأنه هي ورقتها مسمى، إذا لأنه منعرف أنه الولد نحنا ممكن يلقط ورقة يكلها، يلقط ورقة نبتة أول ما عم يكتشف الحياة. صحيح. فبنا نبعدها عن متناول الولاد. إذا بتلاحظ عم تنزل سائل أبيض وهيدي كمية منه بقلب الجسم صارت قاتلة. يعني قديه هيدي الشتلة مفيدة تاكل الفيروسات والميكروبات من قلب البيت، ولكن إذا منتناول كمية صغيرة منها ورقة أو ورقتين هو بيعتبر سم لجسم الإنسان. يعني عم نسمم جسمنا. يعني مش مفضل تكون ببيت موجود فيه أطفال، يمكن أشخاص واعيين كبار إلى حد ما نعلمهم أفضل. يعني حتى إذا عنا ولد نفسر له إنه هيدي ما لازم تقرب عليها لأنه هيدي الشتلة، إذا لأنه الولد بيكون منه عارف شو عم يعمل أيام. صح. إذا عم يتزوق شقفة منها بتفوت له نسبة سم على جسمه. أكيد ما بتقتل ولكن بتسمم. يعني نحن دائما بنلفت النظر على الأشياء اللي الأهل لازم ينتبهوا عليها إذا عندهم أولاد بالبيت. إذا بتلاحظي لكن هلأ بلشت تبين السائل اللي بقلبها وهو مضر كتير ومسم. فهيدي شتلة الفيكوس عينيتها هينة بتحب الشمس، وأكيد بدنا نلفت النظر بالنسبة للشتلة تاني اليوم أو حيالله شتلة أرزي عنا إياها. دائما وقت الشتلة بتكون موجودة بالطبيعة عنا بيكون ربنا باعت عصفور يعمل المخلفات تبعه، الدش إذا بدنا نعتبر الوسخ تبعه أو بسينة أو واوي أو شو ما كان، هيدا كله بالطبيعة ربنا عامل توازن طبيعي. يعني الشتلة بتتغذى من الأرض، بينزل كوز الصنوبر حدا، بينزل قش الصنوبر، بينزل شقفة أرز، هيدا كله في مواد غذائية بغذي الشتلة. بينما وقت تكون الشتلة حاصرين ببوم قاعدين بالبيت عنا ما فينا نتكل على بركة ربنا أنه لا أنت بدك تكبري ببركة ربنا مع نقطة مي، لا بدنا نأمن لها العوامل يعني المواد الغذائية اللي هي ممكن بحاجة تلاقيهم بالأرض بالحالة. صح. الطبيعية اللي هن متواجدين بحيالله أي مكان زراعي أو إجمالا في بعض محلات الورد اللي بتحطهم مواد غذائية يعني موجودة هي إجمالا لكل الشتل أرزي بالبيت عندنا. نستعملهم مرة بالشهر أو مرة بالخمس أشهر حسب نوع الفيتامين اللي بدنا نستعمله لشتلتنا. حلو، حلوين المعلومات طلال وحلوين البلانتات اللي ضويت عليهم اليوم ومهمين يكونوا ببيوتنا. فأكيد اللي بيحب يعني العناية بالنبات وهيك لو ظروف شوي صعبة بالأخير إذا هالبلانت عم تعطي فوائد يعني كمان منا خسارة بتكون بالبيت. صح صح، يعني عم نعتبر عم نشتري علبة دواء ونحط شتلة منه بقلب بيوتنا. وفي أشياء أرزة منهم غالية، في أشياء مثلا الفيكوس أو الألوفيرا ذكرناها مرة الماضي أو السانسيفيرا. يعني إذا جارتي عندها شتلة كبيرة أو بمحل في شتلة كبيرة بيتشتل منها بينشال شقفة وتعطينا شتلة كتير، يعني هي بالرسين بالشلش بتمشي الشتلة. فمنا مضطرين نروح على بادجت عالي أو نروح على شتلات كبيرة بالبيت عنا. فينا نعلم ابننا أنه نحن عم نجيب شتلة شكلها صحتها منا كتير منيحة، وضع منه كتير منيح، بدنا نكبر لها البو تبعها، بدنا نهتم فيها. حلو. نفرجي الولد أنه نحن وقتا نهتم فيها بعد خمسة شهور شكلها كيف صار، بعد سنة كيف كبرت عنا. نحن يعني منعلم الولد الاهتمام، منعلمه بالبيئة كمان. وحتى أرزي نحن منعمل تنفيسي، نحن عم نهتم بالشتلة
شتلة، في ناس كتير بتحكي معهم، في ناس بتغنجهم، يعني ما بنعتبرهم addicted شتل، ولكن بيكونوا عم بينفسوا من تعصيب الحياة، من مشاكل الحياة، بيحكوا مع الشتل والزهور الموجودين بالبيت عندهم. أكيد. طيب طلال، اليوم أكيد نحن محضرين شيء لحتى هيك نعمل ديكوراسيون حلوة يستمتعوا فيها الناس ويقدروا ينفذوها ببيتهم، بس ما بعرف إذا الشباب بالرجيم حضري لنا هيك شي بريك قبل ومنرجع منفوت على الحلقة. منكون أخذنا وقت نحن بتنظيم الأشياء، وأكيد الناس بتكون أنت عم تحكي شافت المكونات على الطاولة، وأكيد ممكن تكون حضرت شوي يعني من المواد اللي حاطينها، يعني المواد او فيني اقول شيء قريب عليهم. طيب لكن خلونا هيك ناخذ بريك صغير ومنعود لمتابعه فقره فلور دو نويل. وحدك بيها ضايع عم تسأل عن درب الحب، تعال نمشي سوا صوب الرب بحب وسقام والقلب. سلم حالك لا يسوع، سلم قلبك بلا رجوع، ما تخاف على حالك بين ايدين، قلبه احن من قلب البيت. طريق صغير وحب كبير، هيدا هو درب الرب، ما بده اعمال كتير، بده منك قلبي حب. طريق صغير وحب كبير، ما بيهم كم بدأت ولا كم حلم تمنيت، انت بقلبه حلم قديم يدلك عدروب الحياة. إذن رجعنا لكم مشاهدينا ولمتابعة الفقرة الأخيرة، فقرة فلور دو نويل مع طلال شحود، وأكيد محضر لنا مثل العادة شيء كتير سبيسيال. يلا طلال أبدع، ما بعرف الكاميرا لإلك، استوديو لإلك. حبيبة قلبي أرزي، نحن اللي عم جرب نعمل مثل ما بنقول بكل حلقة، أنه نحن عم نعمل أفكار بسيطة الناس فيها ببيتها بطريقة عفوية تشتغلها بطريقة ممكن تطلع أجمل من اللي أنا عم أشتغله، بس نحن عم نعطي مبادئ الشغل، الرؤوس أقلام، الأشياء الأساسية، وهني بيشتغلوا. أوكي، خليني أسألك سؤال، لأنه يعني مرة الماضية اشتغلنا بهذا النوع من السفنج هو، وهالمرة عم نشتغل فيه. طب الناس إذا ما عندها هيدا الشيء وما بدها تروح تجيبهم من محل زهر أو شيء، شو البديل لإلهم؟ الأسبوع الماضي أنا أرزي، يمكن اللي قبله اشتغلنا بالسفنج، يعني الأسبوع الماضي أنا تجنبت الشغل بالسفنج، اشتغلتهم دغري بقلب المي وحطينا عروق.
حطينا سفنجة صغيرة معك حق فيها شكينا. لا لما عملنا الشجرة مع البول. ايه الشجرة فصلناها مضطرين كنا نستعمل. صح. بس السنتر بيز وقت السنتر بالطابل وقت عملناها ما استعملنا سفنج فيها. لسبب لأنه السفنج هو غالي. شيء غالي عم بيصير هلأ كمادة أولية. بس فرضا مثلا اليوم حبوا هيدي الديكوراسيون اللي عم تعملها. شو ممكن يكون بديل السفنج؟ ممكن يكون بديل بدي استعمل فرد شمع. على خشبة بجيب خشبة جزع شجرة من الطبيعة عنا شجر صنوبر بيقشر بجيب جزع شجرة وعد جمعة الجاي رح نشتغل شيء بلا سفنج مع فرد شمع بطريقة العالم تقدر إذا ما بدها تشتري سفنجة تحطها بس نحن هيدي عم بستخدمها لأنه في بعض المحلات بدي في عروق هي فيها روح فيها خضار فلازم تكون شوي رطبة حتى أنا أتركها من هلأ للميلاد وتقدر تضاين شوي صح 100% هلا شو الفكره اليوم الفكره اليوم اذا انا عندي طاوله مطاوله بنص البيت بدي احط عليها سونتر دو تابل او بدي احط عليها ارانجمون من هلا لنوال اكيد ما فينا نروح على ارانجمون ورد طبيعي وانا بالبيت بدي اشتغل فيه انا كنت جهزت انه انا بصحن بلاستيك ممكن اذا مش موجود بصحن ازاز بالبيت عندي مبروم بشتغل شقفه سفنجة او بصحن ازاز اذا ارزي انا نعتبر انه سفنجة نحن مش موجوده وأنا استعملت غصون الشوح اللي أنا استعملتهم قبل بمرة وزعتهم بالصحن الموجود عندي أوكي؟ بجيب شمعتين هلأ أنا راح أشتغلهم مع سفنج إرجع بس أنا ساعتها بقلب الصحن البيت اللي هو أنا موجود عندي أرزي نحن ساعتها منا بحاجة لسفنج أشتغل فيه وهيدا الشوح منه بحاجة لكمية ماء يعني ممكن نرطب شوي صحننا ممكن نستعمل كوزين الصنوبر نحن يعني ساعتها أنا بعمل ديكور محلين ثلاثة بقلب بيتي ماني بحاجة لا للسفنج ولا لأي شيء تاني بس وعد جمعة الجاي نشتغل شيء بدون أوازيس تمام هلأ دايما وقتا بيكون عندنا سفنج أرزي هيدا شكله بشع بده يتغطى معنا شو منعتمد إذا أنا بدي اطلع أنا شو المكونات اللي أنا بدي اعتمدها اليوم بحلقتي شمع لأنه هيدا بيعطيني جو نوال وشمع صغير اللي هو بتصور هودي سعره منه غالي نسبيا للموجود بالسوق نستعمل عودين صغيرة ليه؟ لأنه إذا أنا عندي ولد بالبيت أو إذا أنا عم نظف طاولتي ما أمرق حد هز الطاولة وأقلبها فاللي بعتمده أنه أنا بحط عودين أو ثلاثة بكعب الشمعة تجهز الأمور العودين فيهم يكونوا الكردون يعني كردون ذكر اللي بنستعملهم لسنين أو ما قص الشمعة الثانية لأنه في ناس رح تفرط معها كمان منجهز كوردون بس دايما إذا نحن عم نشتغل شيء هيك أرزي كتير بشع يكونوا اتنيناتهم طول بعضهم أوكي. فاللي منعتمده أنا جهزتهم هودي وخلينا نجهز هاو فرد مرة إذا بدنا نعتبر منحط لهم تلزيقة صغيرة فينا ما نعتمد هاي تلزيقة نعتمد سكوتش عادية موجودة عنا بالبيت منا مضطرين نشتغل بس هون يمكن تستعمل الأخضر تاك ما تظهر كتير من جو الأشياء اللي عم تشتغل أخضر وزيادة إنه هيدا خصوصي بيغطي للمي يعني إذا أجع عليه مي ما منلقي التلزيق فك ولكن هني ببيوتهم منهم مضطرين يعني يمشوا بهيدا التكنيك أنا بس لزقت وحدة لأنه هوديك هون بهدول الصغار ما شكيتها للكوردون لزقتها على طرفها 100% لأنه أنا الكوردون وقتها تكون المسافة عندي صغيرة وعم شكها ممكن طرف الشمعة ينكسر معي إذا انكسر ما رح فيه أرجع أعمل شيء ما بقى فيني أرجع شكها محل تاني يعني بنزعل الشمعة بالمرة ما بقى بتزبط معي هلأ أنا بدي أعتمده ثلاث مقاسات هلأ بقلك شو منعمل وهيدا هين إذا أنا بدي أصر قصه يعني هيدا هين بالمقص ينقص معي بس هيدا إذا بدي أقول لحدا كبير قصة صعبة عليه شوي الخبرية صحيح أنا رح جرب أعتمد هيدي الوجهة بالشغل أنا أقدر أرزي استعمل تاني شمعة عندي وأصرها بدي أكل شوي شقفة من سفنجتي إذا بدي أعتبر اللي هو الأوازيس واللي أنا قصد ما قصيتها قبل بس حتى العالم تعرف إنه هو كأنه عندي قالب جاتو عم قص يعني هي قصتها كتير هيني مش هي بده يلبكني أو بده يزعجني بهيدي الطريقة أنا بكون كسبت نزل الشمعة ممكن إذا بتنزل شوي أكتر تكون أجمل معي وأنا عم بنزل أرزي دايما بدي انتبه لشغلي أنه بدي حافظ يبقى عندي شقفة صغيرة تحت الشمعة أقدر شك فيها أشتغل فيها إذا أنا اليوم اعتمدنا هيدي الشمعة هون لأنه ما بقى دارج إشياء مش منسقة بنعتمد تاني شمعة هون قصدك ما بقى دارج الإشياء المنسقة عفوا إيه يعني ما لازم تكون على مستوى بعض أو سيمتريك 100% 100%
بنعتمد هود الشمعتين بهيدي الطريقه. انا اذا عم هزها او عم نظف او عم شيلها من محلها، الشمع هيدي عندي منه عرضه انه يقلب على الطاوله او يجوي لنا الدنيا. ودائما قلنا دائما اذا عم نبلش بنبلش بالباز اللي هو الاساسي. اذا انا اعتبرت بدي غير تاني ميل، بدي امشي بشمعه عاليه، فيني امشي هون الشمعه الثانيه على طول تبقى تركت العودين عاليين، تاني وحده شكيتها شوي، والثالثه اذا ما بدي قص ارزه فينا نعتمد هيك ونقصرها. ننزل فيها مش نقصرها، نقصها كمان هيك صاروا ثابتين عندي، ما عرضت حتى انه يقلبوا معنا. هلا اول فكره بدنا نشتغل فيها دائما هو نحن نغطي هيدي الجوانب اللي هن بيزعجونا اجمالا، نغطيهم. انا بحب دائما بنوال روح على الشوح اللي هو بنعتبره نوع من انواع الارز اللي بيساعدنا كثير. افترضي انه نحن ما فينا نوصل للشوح، بكل لبنان عندنا شجر الصنوبر، بس اكيد ما بنروح من قص شجره الصنوبر، بنروح بنشحل كم غصن اللي هن على الطرف او شكلهم شوي بنلاقيه مزعج للعين وبنستعملهم ارزه. هي استعملتها بالقلب، وحتى كمان بالغصون ما بتعتمد طريقة يعني متساوية أو سيمتريك، بتعتمد تكون يعني شي نافر شي جالس شي 100%، تكون طريقة عفوية أرزي. لأنه نرجع منذكر على طول أنه ربنا ما خلق الأشياء مثل ما هي، صحيح. ونوال مش حلو منسق مثل ما هو، يعني حتى هيك طلال تعطي شانس للناس اللي ما كتير عندها موهبة بهيدي الأشياء أنه إذا اشتغلت شيء يطلع شيء حلو، تحس أنه شيء حلو، صح، تحس أنه شيء حلو. ودائما أرزي حكينا أنا وياكي بالموضوع أنه دائما وقت منشتغل شيء ما منشتغله بروفيسيونال 100%، منشتغله تقريبا حتى العالم إذا عم بتنفذ ببيتها بتكوني عم تعطيها حافز، عم تعطيها معنويات أنه أنا ممكن، صح، أعمل مثل اللي عملوا على التلفزيون، وممكن تطلع أجمل من اللي أنا وياك عم نشتغلهم أيام، صحيح. يعني فهو منقول دائما الإنسان بيحط إحساسه وفكرته وممكن يتوفق بأشياء تانية، مثلا ممكن يجيب شوية قشر الصنوبر عن كعب حيالله شتلة، هي إجمالا بتقشر بيدخلهم بمحل معين كمان بيطلعوا حلوين معنا بالشغل. هلأ أنا بحب كتير أرز الأوكاليبتوس. أوكاليبتوس يعني بالعربي كينا. كينا هلا بالبيت بالشتوية كتير مفيد لأنه للرشح. بعد شوي تنقدر نتواصل كرمال بعد الاجتماع رح أعطيك عرق تشمي ريحتهم. ريحتهم كتير كتير كتير. هلا بعد ما نخلص أنا شو بيعجبني بلن. كلنا حسابك، أنت بتعرفي. ما عندي شك. ففينا نحن إذا اعتبرنا أنه أوكاليبتوس شغلة بدي روح أدفع حقها من المحل، فيني أنا استبدل. بس ما بيختلف شوي شكله عن الكينة العادي اللي منشوفها؟ هو حتى الكينة عندنا أصناف كتير، بيختلف شكله شوي بس بتعطيني نفس المفعول، نفس النتيجة، نفس اللون. يعني أنا بهمني أنا إذا بتطلع بتلاقي ورقتها شوي على فضي على أزرق، يعني ورقتها منا أخضر، غير لون الشوح اللي استعملناه. وحتى يعني نحن معودين عليك على طول بتشتغل، يعني حتى يكون في فاريتي بالأخضر، الأخضر ولا مرة معك كان كله نفس النمط، مش حلو يعني، نفس اللون يعني، صح 100%. وحلو دائما عم نستعمل اشياء كمان يكون لها فوائد، يعني مثل الأوكاليبتوس اللي هو كينا كتير كتير مفيد، وكل يعني أكيد حكين قبل وأكيد العالم كلها بتعرف شو فوائده، ما بدنا نكرر الأشياء، ولكن حتى أرز دائما التنويع بالخضار بيعطينا غنى. هلأ ننتقل لصنف تاني كمان موجود كل أولاد الجبال بيشوفوه وموجود عندنا فوق بكميات، إذا يعني هيدا منا نحن شارينه من الدكان، قصد جبتون هودي بحيالله حرش موجودين، بحيالله جبل موجودين، وكل اللي عم بيشوفونا هلأ بيأكدوا على حديثي. هلا انا اذا بدي ثبت كويز الصنوبر عندنا طريقتين، يا بنجيب فرد شمع بنحط لها كمان عوده بنقص لها راسها وبنحطها من هون، او فينا نشكها من هون نحط لها عودتين بنفوتهم بقلب الورق اللي هو تحت ساعتها ونحن بنشتغل فيهم بنثبتها بالارنجمون عندنا. يا اما الطريقه الثانيه بنجيب عرق اللي هو سميك شوي اللي انا عم بشتغل فيهم وبحطهم من تحتهم، أرزي بكون عم بعطيها حماية تقل لقلات حتى تضل موجودة عندنا. كوز
وهيدا اثنين. بس قبل ما نكمل الصنوبر أرزة، كتير حلو نعرف انه نحن الموس بيعطينا غنى، بيغطي التلزيق اللي انا مستعمله. فكرمال هيك انا رح بلش حط موس. ودايما هيدا الموس اللي هو طحالب بيذكرونا بالسقعة بالشتاء، لانه بيطلع بالشتاء وعلى الصخور يعني، كمان اذا ما بدنا نشتري هو موجود عندنا، شيء موجود عندنا. هلا انا اعتمدت انه فخدتهم نظريا، ولكن العالم فيها ما تعملهم شقفه شقفه من تحت تحطهم ارزه. كمان بيتثبتوا بشيء الموس. الموس فينا اذا بدنا نحط لهم شيش كوردونات، يا اما اذا محل ما هن نحطه ونحط زهور خضار يعني عرق خضار نشك فيه وخلص سبتوا محلهم. هلا منكمل نحن بهيدا الصنف اللي كنا جايبينه قبل. وقبل ما نكمل في أرزة بعد بدنا، يمكن بعد في فراغات مبينة على العين اللي عندك لتحت من تحت، صح؟ ايه. احنا اكيد هلا طلال كمان بنفضي شوي الطاولة لحتى الناس تقدر تشوف مزبوط الديكوراسيون اللي عملتها. هلا انا استحليت حط عرق لكي بومبو بارونجمون، ولكن حد الشمعتين الكبار بدنا نعتمدو. كرمال هيك انا اليوم ارزه جبت اوازيس مبلى المي، هي هيدي بتعيش بالمي، معروفه لكي بومبو. فكرمال هيك يعني عندنا لانه مواد بحاجه لمي، مضطرين نحن كنا نستعمل اوازيس بشغلنا اليوم. شو فينا نستبدل البامبو؟ فينا ما نستعملها نهائيا يعني هي منا فرض واجب تكون موجودة عندنا لكي بامبو. ولكن أنا لأنه حبيت يعني. أنت اليوم شو بتحبي؟ بس كمان طلال قلت لنا سنتر دو تابل مهم كتير، الديكوراسيون اللي بدها تكون عليها ما تكون على مستوى النظر يعني. صح. إذا اللي عم تحضره هلا بقى نحطه بنص الطاوله، ممكن بمطرح معين هيدي البامبو تكون بوجه حدا؟ لا ليكي ارزي، اذا هلا بعد شوي بنشيلها وبنطلع هي غصن واحد ما بيزعج، ولكن اذا انا معتمد كميه كبيره منهم بيزعجوني. هيدي بتعطي درجه خوتن اذا بدك يعني، اذا زعجتك هون بتنشال بتنحط هون فينا حطها. ومعتمدين نحن على طاوله، مش طاوله اكل بس تكون الاشياء واضحه انا وياكي على طاوله. اذا عندنا طاوله بقلب البيت، طاوله بنحط عليها ضيافه القهوه الشوكولا اللي هي بتجي بنص اجمالا الصالون، الطاوله بتجي يا مبرومه يا مطوله، بنحط عليها ارانجمون من هيدي لحتى تعطينا شوي جو نوال. دونك اللي عم تحضروا مش طاوله العشاء، مش طاوله عشاء، طاوله العشاء تركينا نحن لقبل لنوال، لنوال اذا الله رد. كل مرة عم نعطيهم فكرة حتى يحطوها محل. صحيح. حتى العالم اذا بدها تزين شوي بيوتها بالموجود عندها أرزة فيها تشتغل فيهم. صحيح. وبكل الأحوال ما تزعل إذا زعجتك هون. لا لا رح نجرب لك إياها. أنا مش زعجتني. بعدها زعجت لك نظرك هون، هلأ منشوف. بعدها زعجت لك نظرك هون؟ لا لا. أحسن من قبل؟ إيه. خلص. نوعا ما. شكلها لكي بوبو كلها زعجتك. هلأ بعدها زعجتك؟ طلال عم تخرب. لا ما عليك. ما. الدنيا ذوق. وبدنا نتفنن، بدنا نوصل يعني. هلا هيك عم نتعاون مع بعض، انت بتعرفي هيدا الشيء. هيك بعدها زعجتك؟ لا هيك كثير هيك اجمل. هيدا العرق اذا استخدمناه هون برايك، بس اكيد مش بهيدا الطول. بعده مزعجين؟ أنا بالنسبه لي هلا افضل احلى. أوكي. يعني وحتى الحركه اللي صارت هونيك اللفه تبع البومبو كثير طلعت حلوه، أحلى من لما كانت كلها طويلة. مثل ما قلت طلال يعني أكيد هذا بيرجع لذوق كل شخص ولارتياح نظره للأشياء. 100% 100%.
هون نحن رح نعتمد تنكسر شوي أرزي عنا على غزال هون. وفيها تكون بول إذا حدا فأنا جبت كويز سنوبر اللي مرت الماضي حكينا عنه بحلقة الماضي. هودي كويز قلبين تحت حيلا شجرة حتى إذا موجودين بالمحلات بسعر رخيص وما بدي أشتري شجر سنوبر تحته مليان. يعني فيني أنا بدل هيدا فيني بولي حمراء، فيني زهرة أتوال دو نويل حمراء الصناعة إذا عندي واحدة هلأ كمان جايب رح حط زهرتين فيها. من طعم شوي صغير أرز بيعطونا حياة بالشغل طبعاً. صحيح. هلا هودي اذا لقينا كميتهم كبيره يعني انا جايب شوي معي هودي من شيلون ما بتصور مع حدا في يجمع شويه خشب يابس من تحت من حد بيته. يعني مش عم نمشي على شيء فكره صعبه تنفيذها او فكره منا موجوده. انا بعتمد ارز هذا التنزيل لانه بطلت حد تساعديني. كافينا نحط يلا ان شاء الله قريبا بنخلص من كورونا وبنرجع اكيد بنرجع كلنا بنكون قاعدين حد بعض. وكمان هدول الخشبات بيقدروا يستبدلون الناس بنوع مثل بيشبه السنابل كمان ممكن يكون لونهم أصفر أو لكن اليوم إذا نزلتي على الحرش على الحقلة فيك هذا غصن يابس فيك أنت تستبدليه بحي الله شيء أنت بدك أنت نظرك بيرتاح عليه بتلاقيه مهضوم مع الديكور تبعك. أنا اليوم استعملتهم أرزي مش لأنه يعني أنا بس عملهم للناس إنه حتى هودي العودين اللي هني مكبوبين بالطبيعة إذا جمعناهن عم يعطونا شكل حلو. صح. يعني بيكونوا حلوين عندك بطريقة العرض تبعك. هون رح نثبتهم دغري محلهم هي حديدة عنا. هيك حديدة من ميل لميل ثبتناه هون عنا نعرف انه ما بقى رح يقلبوا او يزعجونا. انا مش قادر شوف من ميلتك شو عم بيبين عليك او وين صرنا او شو ناقصنا بعد ولكن رح ضل مكمل هون. اكيد بدنا كوز سنوبر يعني حتى بعد مش خالص الأرانجمان طلال بس تناقضات وتنوع إذا بدك الأشياء الموجودة عنا بين أخضر وبين خشب يابس وهيك عاطي يعني بحد ذاته جمال حتى لو بعد ما اكتملت الفكرة كليا. وهو اليوم أرزي دايما منقول إنه حسب نحن شو منرتاح أو شو منحب. بتلاقي في ناس بس بتقولك لا هيدي بشعة لا هيدي حلوة. فأنا أنت اليوم بتعطي المبدأ الشغلة الفكرة الأساسية للشغلة بيرجع على كل واحد هو وذوقه واختياره شو كيف بيحب يكملها. بتصور من هيدي الزهرة الناعمة بزيادة صرنا وهو اتوال دو نويل أرز. إذا عنا اتوال دو نويل فيك بلاستيك بقلب البيت تمشي مع الذهبة. أنا تأكسر بين الأخضر الأبيض البني البيج رحنا على ذهبة وبوردو نكسر. دائما انا برايي يعني اذا استعملت الغزال هيدي الميل مع شموع ما قرب عليه بلون بوردو بكسر ميلة الزهور ما عليه لو هي اجت ورا شوي بالنسبه لالي انا بشوفها بس هلا بنكسر بوحده ثانيه من ميل قدام.
ودائما بنترك للأرنجمون تضل تتنفس أرزي، يعني مش إنه نكون ضاغطينا، يعني مش حاطين هيدا ومغطينا، يعني خلي كل شغلة تاخد محلها، خلي كل شغلة تكون أوريليف، تكون بالصورة عنا محلها. حلو. وهيك إجمالا تقريبا بعد عنا رح ينتهي الأرنجمون عنا أرزي. بعد عنا نوع هيدا كمان من الشتل البيت من قصة، نوع من الكاكتوس اللي هو ميلت الغزلان، بيعطينا شوي بذكر إذا فينا حتى نشوفها بتذكر شوي بالغزال اللي هو نحن بنعتمدها بين الشموع. وهيدا النوع مثلا خضار هو نوع من الكاكتوس، إذا تركناه بلا مي تنفترض شهر بيضل شكله تقريبا مثل ما هو. منه عرضة أنه تنقول الأرنجمون يهر عنا أو يموت بعد يومين. شكله مثل قرن الغزال بيجي. طلال، إذا الشمع بدون يستبدلون الناس بغير لون فيهم يستعملوا الذهب مثلا؟ فيهم الشمع إذا هي ذاتها موجودة عنا بالبيت، يا ببينتور بتلوين بريشة بيدهنوها إذا السبراي كان ما بعيد عنهم أو مش بمتناولهم أو غال عليهم، بدنا نعتبر أنه كل شيء سعره غليان. أو فين يجيبوا شموع هي أساسا بتجي حمراء أو فضية أو ذهبية، يعني إذا هني بدهم يغيروا. أنت بالأساس نقيت شيء ممكن يكون متوفر عند الكل والكل بيقدروا يحصلوا عليه، بس ممكن الشخص يعني يلعب بالألوان حسب هو إذا، وممكن الشمعة تكون حمراء ممكن تكون ذهبية حسب ممكن تكون فضية ممكن. بس أنا جبت لهم شمعة اللي نزلوا على الدكان بيلاقوها متواجدة عندهم، أو إذا فاتوا على البيت لعندهم بيلاقوها متواجدة بيضووها ببيوتهم. فهو مش جايبين شموع نحن تنقول من كوكب تاني، شمعة عسل تنقول وبدنا نعرض لهم إياها تجيبوا مثلها. شمعة اللون هني بيتحكموا فيه، اللون اللي هني بيرتاحوا له. إذا اللون ما حبوه بيجيبوا شمعة بيدهنوها سبراي بيلونوها، لأنه أكيد هيدي الشمعة ما بتتضوى، يعني هيدا منه مؤهل أن يضوى، هو ديكوراتيف. كمان هيدا الشيء كنت بدي أسأله، أنه قديش اليوم إذا حب حدا يولع شموع يعني يطفي نوع من الأجواء، قديش مزبوط يتولع هيك شيء بدون ما يسبب أي ضرر؟ هيك شيء مع هيك شغل أرنجمون ما بيتولع. ما بيتولع هودي الشموع، إذا بيتولعوا نص ساعة وعيننا بدها تضل عليهم، بس يستحسن أنه ما يتولعوا. وفيهم يستبدلون بالشمع اللي بيبقى على البطاريات كمان اللي هو بيضوي لحاله. صح 100%، عندنا شموع بطاريات، عندنا شموع حتى طويلة مثل هيدي على بطاريات بيجوا، يعني هو كله مأمل، بس إحنا عم نروح إذا اليوم أنا بدي زين بيتي بالموجود عندي بالبيت. صحيح صحيح. مش بدي، ولكن دائما عم نعطي البديل، انه اللي بحب يشوف هيك ارانجمون مع افي الاضاءه بيقدر يروح على الشمع الاصطناعي اذا فيني نقول 100%. والشغله الاساسيه ضويت عليه ارزي انه هيدا ما يتضوى بالبيت، يعني هذا ارانجمون مش خارج يتضوى بالبيت. ضوينا حرقنا هون حرقنا هون ولعت الطاوله عنا، بدل ما نكون حتى قد ايه حراره الشمع بتاثر على ضيانا، يعني نحن مثل ما فهمنا انه فيها ضاين بحدود الجمعه او الاسبوع. لا مثل ما هي هلا هيك مشغوله بتي، بس شكلها مثل ما هي، يعني مينيموم بتقعد عندنا شهر، ثلاث اسابيع شهر. حلو. كرمال هيك بلشنا فيها على بكير، كرمال هيك نحن اعتمدناها اذا عندنا طاوله لاستقبال الناس بالبيت عندنا، مش طاوله الاكل تبعنا، مش طاوله العشاء. انا اعطيت افكار صغيره ارزي. هلا في شغله مثلا هودي تنقول زعجونا، فينا نعتمد حبتين ثلاثه حمر اللي هن من هولي، منغطي الشموع تبعنا فيهم، هيك اذا عندنا ولد او عندنا حدا بالبيت ما راح يقرب ويضويهم للشموع عندنا. يعني فينا نعتمد حيلا طريقه حيلا شغله بشكل انه الشموع ما حدا يقرب عليها، بنحط لها بوله، بنحط لها اللي بدنا اياه من فوق على شمعتها. بالمبدا انا الفكره هي هي الارنجمون لليوم كانت. طيب، لكن كمان مثل ما عملنا مره الماضيه بلكي هيك الشباب يعطونا شويه وقت من خلال بريك او هيك وقفه قصيره لحتى نكون رتبنا الطاوله لنقدر نشوف الارنجمون مزبوط. اذا ما بعرف شباب اذا انتم جاهزين تعطونا بريك قصير. يلا لكن خلينا نروح بريك قصير ونرجع تنشوف كيف حضر طلال هالأرانجمان، كيف مبين شكله نهائيا. She
إذن هيك منكون وصلنا تقريبا لختام هالفقرة الجميلة والمميزة بالحلقة الثانية اليوم منطلع عليكم فيها مع فقرة فلور دو نويل. الأرانجمان صار جاهز. يعطيك ألف عافية طلال، شغل عن جد كتير حلو كتير مميز، مليان هيك من روحانية الميلاد ومن الفن ومن الجمال ومن الطبيعة. حبيبة قلبي أرزي، يعني قد ما فينا قد ما ربنا عطينا نعمات حتى نضل نعلم هالناس، وكلنا يعني فيهم كمان هيك الشباب يفوتوا كلوز عليها تيشوفوا التفاصيل والديتايات اللي انت عملتون، لأنها صدقا كتير حلوة. يعني هيدي بفضل ربنا، بنعمة من ربنا عطينا إياها، ما لازم نبخل فيها على حدا. وبعدين ما شفت حدا أجا على الدنيا وأخذ يعني وتعلم لوحده، بقي لوحده، رح يبقى لوحده. قديش حلوة وقديه هيك، يعني حتى نحن لو قاعدين بمدن وأماكن محاطة دايما بحيطان وببطون وما عارف شو، يعني هيك عم تعطي كمان مساحة للنظر، ما تكون كل الأشياء مادية، يكون في شوية طبيعة لو على مصغر ببيوتنا. يعني في أجمل منا. يعطيك ألف عافية طلال، ونحن أكيد سعداء أنه كل أسبوع تكون ضيفنا وتجيب لنا أفكار حلوة ومعلومات جديدة ومعلومات حلوة. لكن ملتقانا معك بيكون الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. بس هيك إذا بتحب تقول للمشاهدين شو معقول تكون محضر الأسبوع الجاي، بلكي بحبوا يرافقوك بالزينة. إذا الله رد، نحن أنا وعدتك الأسبوع الجاي نشتغل أرنجمو، يعني سونتر دو تاب ببيوتنا، أو إذا بنحط بالزوايا بلا سفنج، إذا مش بمتناولنا نوصل على محل السفنج، يعني خلينا نشتغل شيء جمعة الجاي، كل شيء موجود بقلب البيت عنا، كباية وصحن، بهالأشياء الشغل رح يكون الأسبوع الجاي، تزين بيتي، أعطي جو نويل بدون ودائما أشياء من عناصر الطبيعة. من عناصر الطبيعة وموجودة حد بيتنا أو بقلب بيتنا أو فواكه اللي وعدنا فيه قبل مرة رح نجمعهم حلقة الجاي. والشغلة الثانية رح نحكي فيها هني بعد عن نشاط الثانيين اللي بيخففوا الضرر بقلب بيوتنا، بياكلوا الميكروبات والفيروسات الصغيرة، كمان رح نتناولون. هيك كنا هينا الست شتلات الوحيدين بالعالم اللي بيفيدونا بقلب البيت. حلو. يعطيك ألف عافية طلال، ومرسي لحضورك دايما معنا ولتلبيتك لقلنا، ومثل ما قلنا ملتقانا معك الأسبوع الجاي. إذن مشاهدينا هيك منكون وصلنا لختام هالنهار المباشر ضمن طبعا شبابيك لنهار الخميس، تتعدد فقراته وطبعا فقرات هيك من وحي الأجواء الميلادية، أكان روحيا أو حتى بفقرة نجوم العيد وبفقرة فلور دو نويل. إذن ملتقانا معكم الأسبوع الجاي، بتمنى لوقتها تكونوا بخير والله معكم.